بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب حد قطاع الطريق. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فإذا يشترط في المحاربين 3 شروط: الأول أن يكون معهم سلاح ولو عصا أو حجر على الصحيح من المذهب، الثاني أن يكون ذلك في الصحراء دون البنيان على الصحيح من المذهب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال: أن يكون ذلك في الصحراء دون البنيان، وبه قال الخرقي رحمه الله وصاحب الوجيز رحمه الله وغيرهما، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. والمذهب ليس ذلك بشرط، يعني أن يكون في الصحراء، وبه قال الشافعي رحمه الله. الشرط الثالث أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا أي غصبا. فائدة: يعتبر لوجوب الحد على المحارب 7 شروط: الأول ثبوت محاربته ببينة أو إقرار، الثاني الحرز بأن يغصب المال من يد مستحقه، الثالث النصاب أي نصاب القطع في السرقة بأن يكون المال الذي أخذه يبلغ نصاباً يعني ربع دينار ذهب أو 3 دراهم، الرابع أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلاً، الخامس أن يكون المال محترماً بخلاف ما ليس كذلك كالخمر وآلات اللهو فإن هذه محرمات فلا يعتبر مالا، السادس انتفاء الشبهة كما تقدم في باب القطع في السرقة، أن يكون ملتزما لأحكام شريعة الإسلام بأن يكون مسلما أو كافرا ذميا يعني دفع الجزية، ولهم 5 أحكام. أشار المصنف رحمه الله للأول بقوله: منهم قتل مكافئا أن يقتل من يكافئه، والثاني وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يأخذ المال، والثالث وإن أخذ كل واحد، الرابع فإن لم يصيبوا نفسا، وللخامس ومن تاب منهم. دليل ذلك قوله جل ذكره: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، والأصل في حكمهم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الآية الكريمة في قول ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من العلماء رحمهم الله نزلت في قطاع الطريق من المسلمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قتلوا وأخذوا المال
قتلوا وصلبوا، إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض. رواه الشافعي والبيهقي رحمهم الله. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهم قطاع الطريق الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، قوله في الصحراء أو البنيان هذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، إلا عند أبي حنيفة رحمه الله إذا كان بالمصر لا تثبت له أحكام المحاربين. قال: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، وإن جنوا بما يوجب قودا أي قصاصا في الطرف أي اليد والرجل تحتم استيفاؤه، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي. الحسم هو أن يوضع في زيت حار حتى ينقطع الدم. فإن لم يصيبوا نفساً ولا مالاً يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد، ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل، وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى عنها. ولهما من الأدلة عموم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، ولما يترتب على ذلك من المصلحة، والذي رجحه في المغني والشرح وقطع به الإقناع أي جزم به والمنتهى، وقال في الإنصاف وهو المذهب أنه لا يتحتم قود أي قصاص فيما دون النفس، فلولي الجناية القود القصاص أو العفو، لأن القود إنما تحتم إذا قتل لأنه حد المحاربة بخلاف الطرف أي اليد والرجل، فإنه يستوفى قصاصاً لا حداً. وعن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحسم العرنيين رواه البخاري، لأنهم ارتدوا وأخذوا المال وقتلوا، قوله ثم صلب إذا أخذ المال قتل وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر وجوباً، وإن عفا ولي المقتول، وهذا قول الأئمة الثلاثة. دليل ذلك ما رواه الجماعة من حديث أنس رضي الله عنه أن أناساً من عكل قبيلة وعرينة قبيلة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاستوخموا المدينة
أي لم يوافقهم جو المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود وراع، أي بإبل ومعهم راعي، فأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فبول ما يؤكل لحمه طاهر، فيشربوا من أبوالها وألبانها حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم نعوذ بالله، وقتلوا راعي النبي عليه السلام واستاقوا الذود، ارتدوا وقتلوا وأخذوا الإبل، فبلغ ذلك النبي عليه السلام فبعث الطلب في أهارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم، يعني وضعوا المسمار في النار وكووا أعينهم لأنهم فعلوا ذلك براعي النبي صلى الله عليه وسلم، وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم لأنهم كفروا وارتدوا. وفي رواية للنسائي رحمه الله وسمل أعينهم وصلبهم، وفي البخاري وقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قوله يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا قول علي وابن عباس رضي الله عنهما كما ذكره عنهما البيهقي رحمه الله لقوله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قوله ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه، سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل وأخذ مال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى عنها. لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قوله وأخذ بمال الآدميين، يعني من قطع طرف ونحو ذلك. وبه قال الثلاثة رحمهم الله لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة والحاكم وصححه رحمهم الله. ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي، يعني إذا اعتدى عليك على نفسك أو على أهلك أو على مالك، إذا اعتدى معتدي أو بهيمة يعني صالت، فله الدفع عن ذلك، دافع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه، بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، فإن قتل أي هذا الإنسان فهو شهيد، يعني قتل مظلوما ويلزمه الدفع عن نفسه نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإذا قتل الإنسان مظلوما فهو شهيد لقوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، أي من قتل يدافع عن ماله فهو شهيد، رواه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قوله ويلزمه الدفع عن نفسه لما رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: في النار. والضمير في قوله قتلته عائد للمقتول، أي المقتول في النار. تنبيه: وجوب الدفع عن النفس في غير الفتنة، فلا يلزم الدفع إذا كان في غير الفتنة يدافع عن النفس، أما إذا كان في الفتنة فيحذر الفتن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغطي وجهك، يعني في زمن الفتن، نعوذ بالله من الفتن. وفي حديث آخر: فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، أي في زمن الفتن. ولقصة عثمان رضي الله عنه أنه قتل مظلوما رضي الله عنه. قوله: دون ماله، فلا يلزم الدفع ولا يلزم حفظه من الضياع. وعن أحمد رحمه الله: يلزمه الدفع عن ماله. قال: في الإنصاف. قال: في التبصرة: يلزمه في الأصح، يدافع عن ماله. وقال أيضا: في حفظ المال عن الهلاك والضياع. وقال: في التبصرة: يلزمه على الأصح. قلت: وهذا القول إن شاء الله القول به أولى لنهيه عليه السلام عن إضاعة المال. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن دخل منزل رجل متلصصا، أي سارقا، فحكمه كذلك، يعني يدفع. باب قتال أهل البغي. إذا خرج قوم لهم شوكة، أي لهم قوة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. إذا خرج قوم يقاتلون الإمام فهم بغاة. قال: البغي لغة هو الظلم والاعتداء، وشرعا هو الخروج عن طريق المسلمين. قوله: لهم شوكة، أي قوة، هذا أحد الشروط من ثلاثة. والثاني أن يكون خروجهم بتأويل، والثالث أن يكون سائغا، فإن اختل شرط من ذلك فهم قطاع طريق وليسوا بغاة. فائدة: نصب الإمام الأعظم فرض كفاية، وطاعته واجبة، طاعة الإمام إمام المسلمين واجبة. والخروج عليه معصية لما يترتب على ذلك من المفاسد، بشرط أن يكون مسلما مطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن لا يكون منتحلا لشيء من المذاهب الهدامة للإسلام، الهدامة للإسلام والأخلاق والفضيلة كالاشتراكية فإنها باطلة، والشيوعية كذلك باطلة. إن كان الزعيم كما ينبغي وجبت طاعته وحرم الخروج عليه، وإن اعتقد أو عمل شيئا من المكفرات وجب خلعه وإبعاده. ويشترط أن يكون بالغا، عاقلا، سميعا، بصيرا، ناطقا، حرا، ذكرا، عدلا، عالما، ذا بصيرة كافيا ابتداء ودواما. ويلزمه عشرة أشياء: حفظ الدين وتنفيذ الأحكام وحماية البيضة، أي دار المسلمين،
وإقامة الحدود وتحصين الثغور المداخل وجهاد من عاند وجباية الخراج والصدقات وتقدير العطاء واستكفاء الأمناء، والله المستعان، وأن يباشر بنفسه مشارفة الأمور. قال: وعليه أن يراسلهم، على الإمام أن يراسل البغاة فيسألهم ما ينقمون منه، أي ما ينكرون، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا أي رجعوا وإلا قاتلهم، وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. قوله: وعليه أن يراسلهم، أي على الإمام أن يراسل هؤلاء الخوارج، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ولقصة علي رضوان الله عليه المشهورة من الخوارج، فإنه أرسل إليهم رجلاً عالماً بليغاً حكيماً، هو حبر الأمة أي عالم الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أرسله إلى أولئك، فرجع منهم 4000، قبلوا نصحه وإرشاده ورجعوا، وأصر البقية على المخالفة، فقاتلهم علي رضي الله عنه. قوله: وإلا قاتلهم، أي إذا أبوا الصلح، وبه قال الثلاثة، بل أجمع العلماء على ذلك، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ولحديث: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، إذا أراد أن يقاتل الإمام فاقتلوه، رواه أحمد ومسلم رحمهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب، يعني شعره متجعد، فيجب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، رواه البخاري رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته ميتة جاهلية، متفق عليه. لا يجوز الخروج على الإمام. ولقوله عليه السلام في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه من حديث أبي سعيد رحمه الله، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، الذي يقاتل المسلمين فليس منا، رواه البخاري رحمه الله. وفي حديث علي رضوان الله عليه: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، متفق عليه. والمراد الخوارج الذين يشقون عصا المسلمين، يعني يخرجون على إمام المسلمين. فائدة:
أيها القارئ الكريم، ها هي شريعتنا الإسلامية، شريعة العدل والإنصاف، شريعة اليمن والسعادة، تحارب الفوضى وتضرب على المعتدين والمجرمين بيد من حديد. فيجب على كل مسلم وبالأخص زعماء الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان أن يجعلوا قانونهم القرآن المجيد ويطبقوا ما جاء به من أحكام، فهل من سامع وهل من مجيب؟ وإن لم يفعلوا فقل على الحياة العفاء وعلى أمة الإسلام السلام. اللهم اهدنا واهد المسلمين. فصل: من ارتد عن الإسلام نعوذ بالله وهو مكلف أي بالغ عاقل مختار، إذا ارتد البالغ العاقل المختار ارتد عن الإسلام، رجل أو امرأة، دعي إليه ثلاثة أيام، يدعى إلى الإسلام ثلاثة أيام وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف المرتد. يدعى إلى الإسلام ثلاثة أيام ويضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف نعوذ بالله من الكفر. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فصل. قوله وهو مكلف يعني بالغ عاقل، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، الحديث يعني النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قال تعالى: باب حكم المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. المرتد نعوذ بالله وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أو سب الله فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئاً من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر والعياذ بالله. قال: هو لغة الراجع، المرتد لغة الراجع، وشرعاً من كفر بعد إسلامه عياذا بالله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وتحصل الردة بأحد أربعة أمور عياذا بالله: بالقول كسب الله، كسب الله تعالى، والنطق بقول يكفر به عياذا بالله، وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه، وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى الله عن ذلك، أو اعتقد حل شيء من المحرمات المجمع عليها. هذا كله ردة والعياذ بالله. قوله: فمن أشرك بالله، قال جل ذكره: لئن أشركت ليحبطن عملك. دعاء غير الله أو الخوف من غير الله أو الذبح لغير الله هذا كفر. وقال عز من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله: أو جحد ربوبيته أو وحدانيته، أي أنكر أن يكون الله رب أعوذ بالله، أو أنكر وحدانية الله، أي فهو كافر إجماعاً. وفي القرآن العزيز وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مئات الأدلة
على ذلك. قوله أو صفة من صفات، أنكر صفة من صفات الله كالعلم والقدرة والحياة، لأنه إذا أنكر ذلك فهو مكذب لله، ومن كذب الله تعالى فهو كافر بالإجماع عياذا بالله. قوله أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، تعالى الله لقوله جل شانه وأنه تعالى جد ربنا أي عظمة ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقوله تقدس اسمه، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله أو جحد بعض كتبه أو رسله عليهم الصلاة والسلام، إذا أنكر بعض الكتب الله يكفر، وإذا كذب أحد رسول الله يكفر، لحديث عمر رضي الله عنه المشهور: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد ذكر الله الردة عن الإسلام في كتابه العزيز في 4 مواضع. قوله أو سب الله أو رسوله كفر إجماعاً، نعوذ بالله. قال جل شانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وكذا لو كان مبغضاً للرسول صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به، وقد ذم الله الاستهزاء والمستهزئين في القرآن في 22 آية. وقال في الإنصاف، قال في الترغيب: أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين. قلت: ولا شك أن من استهزأ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به، وإن عمل به فهو كافر. والبغض والبعض من أهل الوقت واقعون في هذا، بل انتحلوا لمن تمسك بدينه وعمل بشرائعه وعمل بشر الشرائع الإلهية ألقاباً قبيحة. تطهير اللسان من ذكرها هو اللائق بنا، فالاستهزاء بالدين كفر والعياذ بالله. وأيضاً من اعتقد أن الإسلام أخر أهله أو أن أحكامه لا تصلح للزمن وأهله، فلا شك في كفره وردته وإلحاده، أو اعتقد جواز الحكم بالقوانين فهو كافر والعياذ بالله. قال: ومن جحد تحريم الزنا أو شيئاً من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل، إن كان جاهل عرف ذلك أي بين له، وإن كان مثله لا يجهله كفر والعياذ بالله. كما إذا كان الجاحد ناشئاً بين المسلمين وعلمائهم فإنه يكفر بمجرد جحدها، لأنه مكذب لله، ومن كذب الله أو كذب رسوله فقد كفر. فائدة في ديننا الإسلامي وشريعتنا الغراء من المحاسن والمزايا ما فاقت به كل دين من الأديان وكل شريعة من الشرائع. وفي ديننا أيضاً من السماحة والتيسير ما أوجب اعتناقه للجماهير من بني البشر، وما ذاك إلا لأن ديننا الإسلامي جاء بما يوافق العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. فلذا وغيره من أسلم
وباشر الإيمان قلبه يبقى عليه ساكن الجأش مطمئن الضمير فرحاً مستبشراً مسروراً. والذي يرتد عن الإسلام في حكم النادر. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك. فصلٌ: من ارتد عن الإسلام وهو مكلف أي بالغ وعاقل مختار، رجلٌ أو امرأة، دُعي إليه 3 أيام وضُيِّق عليه، فإن لم يُسلم قُتِل بالسيف. قوله وهو مكلف يعني بالغ عاقل، لقوله عليه السلام: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قوله مختارا أي غير مغصوب. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فشروط: من يجب قتله في الردة بعد استتابته 3 أيام 3. الأول أن يكون بالغًا. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الثاني أن يكون مكلفًا أي عاقلًا. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الثالث أن يكون مختارًا يعني غير مغصوب، فإذا توفرت الشروط قتل المرتد، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله: أو امرأة ارتدت والعياذ بالله، كذلك تقتل. وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وقال أبو حنيفة: تحبس ولا تقتل. ولكن قوله: من بدل دينه فاقتلوه، نص في ذلك. دليلنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، عن الإمام يقتله. رواه البخاري وأصحاب السنن رحمهم الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولما رواه الدارقطني والبيهقي رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. وروى البيهقي رحمه الله أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها. وقد ذكر الله الردة في 4 مواضع في سورة البقرة، ومحمد والمائدة في موضعين. تنبيه: أما نهيه عليه السلام عن قتل المرأة فالمراد به التي كفرها أصلي. الكافرة لا تقتل بل تكون أسيرة، وأما المسلمة إذا ارتدت تقتل. قوله: دعي إليه 3، أي يدعى إلى الإسلام 3 أيام. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله في أحد قوليه، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن طلب الإمهال أمهل 3، وإلا فلا. دليلنا ما رواه الشافعي ومالك في الموطأ والبيهقي رحمهم الله عن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال: قدم على عمر
رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى رضي الله عنه، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ من مغربة خبر، يعني خبر غريب. قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنق. فقال عمر رضي الله عنه: هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. يعني يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا يقتل المرتد. قوله: فإن لم يسلم قتل، وهو قول الأئمة الثلاثة. بل أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب قتل المرتد لحديث: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري وأصحاب السنن رحمهم الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال عليه الصلاة والسلام: من غير دينه فاضربوا عنقه، رواه مالك من حديث زيد بن أسلم رحمهم الله. ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، ولا من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال. الذي يسب الله، أعوذ بالله، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل ولا تقبل توبته، وكذلك الذي تتكرر ردته يقتل. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادة إقراره بالمجحود به، أو قوله: أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. قوله: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من تكررت ردته، المراد ظاهرا، وأما في الآخرة فمن صدق منهم في توبته قبلت باطنا ونفعه ذلك، يعني في الآخرة. وما ربك بظلام للعبيد. قوله: ولا من تكررت ردت ردته، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. نعوذ بالله. فائدتان: الأولى، إذا أسلم المرتد فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن ردته؟ اختارها كثير من شيوخ المذهب، يعني أنه يقضي. الثانية، لا تبطل عباداته التي فعلها في إسلامه من صلاة وحج وغيرهما إذا عاد إلى الإسلام على الصحيح من المذهب. قوله: بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لما رواه السبع رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقها، وحسابه على الله عز وجل. اللهم ثبتنا على الإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. كتاب الأطعمة. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: هذا من محاسن التشريع الإلهي، فكل ما فيه مصلحة ومنفعة للروح والبدن وللأفراد والمجتمعات البشرية من مأكول ومشروب وملبوس فشريعتنا المحكمة الكاملة تبيحه للاستعانة به على طاعة الله تعالى.
وكل ما فيه مضرة أو مضرته ومفاسده أكثر من منافعه، فشريعتنا الإسلامية تحرمه. كل شيء فيه ضرر فهو حرام. وما أباحه الله جل شأنه من الضروريات والكماليات فيه غنية وكفاية عن المحرم، ولكن النفوس الشريرة والقلوب المتحجرة التي غلب عليها الأشر والظلم والبطر تأبى إلا مخالفة خالقها وبارئها. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ ويقول الشاعر: ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. والآخر يقول: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. فكثير من الناس قد ابتلي بشرب الحشيش والخمر، وأكثر الناس قد ابتلي بشرب الدخان مع معرفة خبثه ومضرته. وفي 19 آية من آية ذكر الحكيم: أباح الله الطيبات وأمر بالأكل منها. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الحمد لله. قال المؤلف: الأصل فيها الحل. الأطعمة الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما. قوله الأصل فيها الحل لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الحمد لله. وقوله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقول المصنف الأصل فيها الحل هذا طرف من مسألة أصولية من أصول الفقه، اختلفوا في ذلك. فمن علماء الأصول من قال: الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة حتى يرد منع، ومنهم من قال بعكسه، يعني الأصل في الأعيان والأشياء التحريم. ومنهم من فصل فقال: الأصل في المنافع الحل، والأصل في المضار الحرمة، وهذا هو أعدل الأقوال. الأصل في المنافع الحل، والأصل في المضار الحرمة، وهذا هو أعدل الأقوال وأقربها للصواب. وقال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، أي من غير إسراف ولا تكبر، رواه البخاري رحمه الله. ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية وما له ناب يفترس به غير الضبع. قوله كالميتة والدم لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، أي الدم المسفوح. وقوله وحيوانات البر المباحة لعموم الآيات المتقدمة. قوله إلا الحمر، يعني الحمار الذي يركب عليه ويحمل عليه، أكله حرام. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. لحم الخيل حلال، وأما لحم الحمار الذي يركب ويحمل عليه حرام. نهى يوم خيبر
عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه. وبذلك قال العلماء رحمهم الله خلفاً وسلفاً. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما إباحتها، ولكنه رجع عن القول بإباحتها. وما له ناب يفترس به، الحيوان الذي له ناب ويفترس يأكل غيره، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه مسلم. كل حيوان له ناب ويأكل حيوانات فهو حرام. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، رواه الجماعة. ولفظ البخاري: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، كل حيوان له ناب ويفترس فأكله حرام. قال في الإفصاح: واتفقوا على أن كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره حرام، إلا مالكًا رحمه الله فإنه قال: يكره ذلك ولا يحرم، لكن النص حرام. قوله: غير الضبع. الضبع له ناب ولكنه لا يفترس فهو حلال. وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وحرمه أبو حنيفة والبعض من العلماء، لكن دل الدليل على أن الضبع حلال. دليلنا حديث عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي رحمهم الله. ولفظ أبي داود رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: وصيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. إذا صاد المحرم الضبع يجب عليه الجزاء وهو كبش. وسكت أبو داود رحمه الله، لم يضاعف الحديث. قال: كالأسد، أي فأكله حرام. كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوي وابن عرس والسنور والقرد والدب، كل هؤلاء، كل هذه الحيوانات حرام. وهذا خاص فيقدم على عموم نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع. فالضبع حلال. ونقل البيهقي رحمه الله عن علي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم جعلوا في الضبع كبشاً إذا صاده المحرم، فيدل ذلك على أن الضبع صيد يجوز أكله. قوله: النمر، هو بكسر النون وفتحها، سمي بذلك للنمر التي فيه، قاله في القاموس. وهو سبع معروف، قال في المصباح المنير: سبع أخبث وأجرى من الأسد. النمر أخبث وأجرى من الأسد.
قوله وابن آوي قال في حياة الحيوان اسم كتاب، سمي ابن آوي لأنه يأوي إلى عواء أبناء جنسه، سمي ابن آوي لأنه يأوي إلى عواء أي إلى صياح أبناء جنسه، ولا يعوي إلا ليلا، وذلك إذا استوحش وبقي وحده، وصباحه وصياحه يشبه صياح الصبيان، وهو طويل المخالب والأظفار يعدو على غيره ويصيد الطيور ويأكلها، فلا يجوز أكل ابن آوي. وقال في الشرح الكبير: وابن آوي يشبه الكلب ورائحته كريهة، وهو حرام لا يجوز أكله. قلت: والعامة في بلاد الأحساء تسميه الواوي، وبعضهم يسميه العواء. قوله ابن عرس: وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله وبحله، وبحله قال مالك والشافعي. وقال في القاموس: دويبة ابن عرس دويبة أشتر أسلم أسك. وقال الجاحظ: ابن عرس نوع من الفأر. وصوب ذلك الدميري في حياة الحيوان. قوله: والنمس السنور يعني البس، والنمس وهو بكسر النون المشددة. قال في المصباح: دويبة نحو الهرة، يأوي البساتين غالبا النمس. قال الفارابي: تقتل الثعبان، هذا النمس يقتل الثعبان. وقال الدميري: دويبة عريضة كأنها قطعة قديد أي قطعة لحم، تكون بأرض مصر، يتخذها الناطور إذا اشتد خوفه من الثعابين لأنها تقتل الثعبان وتأكله. قاله الجوهري. قاعدة في تحريم الحيوانات والطيور: فكل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير، فهو يضاف إلى ذلك كل ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتله أو أمر بقتله فهو حرام، وما عدا ذلك فهو على أصل الإباحة. الذي أمر بقتله كالحدأ والغراب فهؤلاء هذا حرم قتله، وهو أيضا يحرم أكله، الحدأ والغراب. قال: والقرد والدب، القرد حرام والدب كذلك. قال في القاموس: الدب بالضم سبع معروف، وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة، هذه طيور لها مخالب فحرام أكلها، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب. قوله: وما له مخلب من الطير، إلى قوله: والغراب الأسود الكبير. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله. وقال مالك: لا يحرم من الطير شيء. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير. ولنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي رحمهم الله. واللقلق قال في المصباح: طائر أعجمي
نحو الوزة طويل يأكل الحيات. اللقلق طائر أعجمي نحو الوزة طويل يأكل الحيات. قلت: وقول صاحب المصباح نحو الأوزة، هذا لعله في الخلقة، وإلا المعروف أنه أكبر منها بكثير، يعني أكبر من الأوزة. وقال في مختار الصحاح: طائر أعجمي طويل العنق يأكل الحيات. قوله: والعقعق